دير بالك ما تقعدش تشغل فينا لسه ما بدناش. إن قطاع غزة اليوم يمر بمرحلة قاسية من الحصار المطبق، والتي تتشارك فيها أطراف عديدة، في مقدمتها الاحتلال الصهيوني والسلطة برئاسة محمود عباس. ونحن اليوم نتحدث باسم المرضى، وحين يكون الحديث باسم مرضى الكلى فالحديث هنا عن شريحة تعاني ليل نهار من المرض وقلة الأدوية ومن المعدات ومن أزمة كهرباء لا تتعدى ساعات الوصل سوى 3 ساعات لا تكفي لتشغيل جهاز غسل الكلى الذي يعتمد عليه مرضى الكلى يومياً، والذي يضمن لهم الحياة بعد قدرة الله عز وجل. كما نطالب المجتمع الدولي بممارسة الضغط على سلطات الاحتلال لرفع يديها عن معابر قطاع غزة، وكذلك تجريم ما يرتكبوه على معابر القطاع، خاصة معبر بيت حانون، من تنكيل واعتقال. سكر سكر.